بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آيات الحكمة في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترشد بالحق إليه. فما ترى في خلقه من تفوت، ولا في أمره من عبث أو تعنت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ذلك لأن الخلل والإخلال نعت فساد يتنافى مع صفات ذي الجلال، ولأن القصور والشطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان الميزان ونعت الكمال. وصلاة ربي وسلامه على من بعث رحمة وسجد بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة، وأمر برفع شعار كونوا ربانيين لا أربابا. والرباني الحكيم الفقيه كما فسره ابن عباس في معنى قول الإمام البخاري في كتاب العلم. والرباني أيضا الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رفقة، ويتحرى القصد علما وحالا ونطقا. أقام صلى الله عليه وسلم متعاصي الحكمة في مقام الاقتباس، لأنه حقا على سواء الصراط، ذلك في قوله عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأثني وأشيد بالصحابة الكرام وقرابة رسول الله من أئمة الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته، فكانوا أنموذجا للأمة الوسط عدولا خيارا، براء من أي سفه معيب، ومن كل شطط مريب غال ومريب. ذلك لأنهم كانوا بالحق ظلالا للدوحة المحمدية، وصدا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته السنية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته في رحاب مسجد المغفرة. يتجدد اللقاء، وهذا من دواعي الغبطة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يتجدد اللقاء بكم في شارقة المجد، التي نرجو الله تعالى أن تظل شارقة في سماء المجد المتألقة، وفي المواقف المترفقة، وفي كل ما تتعاطى وموفقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بيوت شرفت بالإضافة وخصت بالضيافة، ضيافة واردها وقاصدها بشرطه، نزولا من أضيفت إليه. قال
قال صلى الله عليه وسلم: من غدا المسجد أو راح أعد الله له في جنة نزولا كلما غدا أو راح. اجتماعنا دائما على مائدة القرآن، ذلكم الذكر الذي وصف بالحكيم والذكر المبين والكتاب الكريم. اجتماع عليه القصد منه بالأساس عند أهل الإيمان التماس الأجزية التي وعدها المجتمعون على الذكر، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تجزية غاية في المطلوبية، غاية في الارتقاء. ما أحوجنا إلى سكينة تدفع القلق المتعمق في وجداننا، وجدان الناس، في رهن الفتنة. ما أحوجنا إلى رحمة من ربنا تتنزل بالشفاء لأمراضنا الظاهرة والباطنة. ما أحوجنا إلى حفوف الملأ الأعلى غيبا نرتقي به إلى مقام الاقتراب. ما أحوجنا إلى ذكر من ربنا، ولذكر الله أكبر. ذكر يخلصنا من شقوتنا ويدرجنا بفضله في زمرة الأحباب، هو ولي ذلك والقادر عليه. نجتمع هذه المرة وحول الكتاب لنتدارس موضوعا من أجل الموضوعات وأشدنا حاجة إليها، موضوع الحكمة، تجلية لينابيعها ومواردها ومعالمها للوارد إليها، وتعريف الميسني مقاصدها، وذلك في سياقين مختلفين، سياق متعدد، سياق متوحد. ولذلك سنحاول مستعينا بالله أن نراوح في الدرس بين ما يسمى عند بعض العلم بالتفسير الموضعي، هو يسمى عند آخرين بالتفسير الموضوعي، ذلك لأن ما تعلق به الدرس هو موضوع الحكمة. عرض له القرآن في موارد مختلفة نصا، يعني عرض له في الأثناء على افتراق وعلى ولاء، يعني في صور متشابهة أحيانا وفي صور مفترقة، كما عرض لنموذج منه في نمط صورة لقمان الحكيم لمعالجة الحكمة من خلال مقالات خلدت، إنها من نوع ما لا يتقادم، لا يزيد القدم إلا رسوخ قدم، إنه يحمل حقائق رسخها الوحي والنور والبصيرة، فهي خالدة كما أنوار السماء وأنوار الوجود. وحتى أسهل عليكم في الابتداء ما نراه، أنشب لمعالجة الموضوع كما رتب في الكتاب المقرر ينابيع الحكمة، هذا العنوان الذي يحيل هو الابتداء على أن المتعاصي للحكمة والمنتسب للكتاب، كتاب الابتداء، ينبغي أن يكون متحليا بثلاثة، هي معالم الحكمة فيما سنرصده فيما بعد، ونتابع القصد والرفق والعتق. القصد حتى لا يشتط أو يسرف، والرفق حتى
لا يتجاوز أو يعنف، والعشق حتى لا يهي أو يضعف. قلت حتى نتناول هذه الموضوعات مجتمعة في نسق مختلفة في موارد من الكتاب، ينبغي ابتداء أن نعالج مسألة آيات الحكمة المنثورة في الكتاب إحصاء لها. وهذا تولى بعضه الكتاب الذي من أيديكم، وثانيا تصنيفها باعتبار متعلقها يعني موضوعها، وتوصيف سياقاتها المختلفة، ثم بحث وتقريب معناها وضعا واصطلاح، أي في لغة الكتاب وعند كثير من المنتسبين لمعارف جعلت اصطلاحهم ينحو منح التخصيص للدلالة اللغوية المشتركة. ونبدأ بمسألة الإحصاء. كي نتناول آية الحكمة لا بد من أن نحصيها أولا. والإحصاء نوع من العد المنهجي، إلا يحصى إلا المتعدد، يمكن أن نحصي المفرد لولا تعدد الحكمة ما أمكن أن تكون موضوعا للإحصاء. الإحصاء نوع من العد، والعد لون من ألوان التكرار، وفي التكرار أسرار. إذ لو كان التكرر أو التكرار على ذات الغرار كلا وتطابقا لكان ضربا من الحشو الذي ينزه عنه مطلق الفصيح، فكيف بأفصح الفصيح؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا. وثانيا من غرض هذا اللون من ألوان الإحصاء الذي نسميه تجوزا تكرارا، وإلا في الاختلاف موجود، لأنه ضرب من ضروب المثنوية، والمثنوية لون من ألوان تصريف الآيات في الموضوع الواحد على وجوه من البيان لغايات ومطالب عالية. في التشابه في نعت الكتاب تناسق وتصديق، القرآن يصدق بعضه بعضا. والمثاني مثنوية ألوان من تصريف، هو الذي جعل هذا التشابه الذي يقال فيه المختلف المؤتلف، مختلف المؤتلف. الإحصاء ينبغي أن نميز هنا بخصوص آياته، بخصوص الحكمة، بين آيات التي ورد فيها ذكر الحكمة هكذا بهذه الصيغة أو مشتقة منها كنعج الحكيم، لأن من معاني ذو الحكمة، وأن نميز ما يسمى بالحكم القرآنية، آيات الحكمة في القرآن، وبين الحكم القرآنية. فالذي عليه وهو المخصوص بالدرس هو الأولى الثانية، لأن الحكم القرآنية تعني من بين ما تعني تلكم المقالات المحكمة، العبارات التي تحمل حكما وحقائق تجري مجرى الأمثال السابقة المخلدة، تحمل حقائق مخلدة التي قلنا لا يزيدها القدم إلا رسوخ قدم، وذلك نحو الحكم القرآني مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حكمة قرآنية كالمثل السابق لا تنتقد مطلقة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
لكل نبأ مستقر، كل نبأ سيجيئك حقيقته يوما ما، هل هو صادق أم كاذب؟ هذه حكم قرآنية مطلقة. ولكل قوم هاد، ولا تستمع الهداية جماعة بإطلاقها، وهي الدلالة مطلقة أو الدلالة برفق من أجل العتق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. حكم قرآني عالي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. حكم قرآني. هذه ليست محل النظر ولا محل الإحصاء، لأن حقائق القرآن الكبرى المطلقة تجل على أن يحاط بها مبنى، فكيف يحاط بها معنى؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. إذا الذي نعنيه تحديدا بآيات الحكمة ما جاء من ذكرها نصا أو في معنى النص بما هو مما له اشتقاق إليها وصلة بها قريبة جدا كلفظ الحكيم، وهو ما نحاه الكتاب، نحاه الإخوة في المنتدى في جمعهم لآيات الحكمة. وسأبدأ بالإحصاء القريب، لأن إحصاء حكيم أي ذو الحكمة وحد معانيه. الحكيم جاء وصفا، وجاءت الحكمة عطفا، أي جاء لفظ الحكيم في سياق الوصف وجاءت الحكمة في سياق وأسلوب العطف، وجاءت مجردة عن الاثنين، إما في مقام الصلة وإما في مقام التجريد، وسأبين ذلك إن شاء الله في حدود المستطاع المتاح. لفظ حكيم في القرآن جاء وصفا لله عز وجل في 70 موضعا من الكتاب، مقترنا بالعزة في 34، وبالعلم في 33، العزيز الحكيم 34، والعليم الحكيم 33، والعليم والحكيم الخبير 4، ثم نعيت بمفردات في موارد مفردة، العلي الحكيم 1، واسع الحكيم 1، تواب الحكيم 1، يعني في موضع أو في مكان واحد. وفي هذا اللون بالوان الاقتران الذي يجيء غالبا في مقامات التعقيب كما سيجينا إن شاء الله في تدبرنا لسورة لقمان، لأن الاقتران يجيء في مقامات منها مقامات التعقيب والتدليل. العزة إلى الحكمة غالبة والعلم يليها، ثم تجيء مفردات في الاقتران ويجمعها بنظري شيئان، التعليل والتكميل الاحتراسي. في التعليل بالاقتران عليم حكيم، تعليل أو تكميل، تقول مثلا الله عليم وحكيم، إذا فصلت الحكمة
بالإحكام يعني الإتقان كما سيجيونا. فكأنه عليم وحكيم، لأن العلم مقدمة للإتقان. والله تبارك وتعالى حين يوصف بمقترنات مستوية يكون الكمال الاقتراني وصفا آخر غير الوصف الذي يؤديه المفردة. الله عليم كمال، حكمة أيضا في ذاتها كمال، واجتماعهما كمال ثالث. هذه تصريف الأسماء كتصريف الآيات، خرجوا منها تقريب المثل الأعلى لله جل وعلا، حتى يكون الإيمان بإيمانا عن علم وبصيرة. والعزة للحكمة احتراس، لأن العزة قمة اقتدار، العزيز الذي لا يغلب والحكيم الذي لا يخطئ. لأن كلمة العزة تدين بكمال قد يعروه في التصور وهم نقص، العزيز قد يتجاوز الحدود. تعالى ربنا عزيز وحكيم، عزته تضع الأشياء مواضعها اقتدارا. كوضع الحكمة جاء الملك في سياق امتناع على بعض العباد من خلق الله، فهم إلى ملكهم حكماء. سنه الملك والحكمة، أداه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. والعلي الحكيم العلو سمو في الاقتدار ذاتا وقهرا، إن الله كان عليا كبيرا. والعلو قمة تقدس ونزاهة، علي حكيم مع علوه حكيم. تجيء للتعليل وتجيء للتكميل دفعا باحتراس من مهمات قد تعرض في التصور. تواب حكيم تعليل، سياق واحد في سورة النور. تواب حكيم كثير التوبة على عباده لعلمهم، لعلمه بحاجتهم إلى المتوبة. ثم أيضا تواب يضع قبول التوبة في محله وشرطه حسب علمه وحكمته، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لحكمته. الحكمة كمال العلم. ولذلك تجيء في سياق الحديث عن التوبة بيان أنها توضع في موضع، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. حاجتها إلى شرائع، فهذا من مقصد الحكمة أن تكون توبة على، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، في مسألة إذا خاضعة حكمة الله. الله واسع حكيم واحدة. والساعة إذا وصف به الله رجعت إلى قيد أو وصف لشيئين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، واسع العلم وواسع الرحمة، شاملهما وكاملهما كما ونوعا. واسع في العلم وفي الحكم، واسع في العلم وفي الرحمة، حكيم فيما يقضي به من رحمته وما يجري عليه الأقدار بعلمه. تهيئ الحكمة وصفا للقرآن في ستة موارد، كلها تجي وصفا له بكل الأعلام الدالة عليه. اسماء القرآن الأعلام أربعة وخمسة، شوفها
تجيء صفة مفردة. الذكر الحكيم واحدة في القرآن، صفة للذكر بأنه حكيم. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، واحدة وصف للقرآن باعتباره ذكر، والذكر علم من أعلام القرآن، هذا ذكر. قد أنزل الله إليكم ذكرا وإنه لذكر لك، المعاني المختلفة في معنى الذكر هنا. وللكتاب في موردين، في مطلع سورتنا سورة لقمان وسورة يونس، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا، وهنا ألف لام من تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وللقرآن مرة في سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم. وللفرقان في وصف الجملة في صدر سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق فرقان أمر حكيم. فحصل من هذا نعج القرآن بالحكيم نعتا جاريا على كل أعلامه. القرآن ذكر بحسب الرسالة، وكتاب بحسب النسق الخالد، القرآن لأنه متلو على نحو خاص، وهو فرقان لأنه تنزل مجدالا نجوما لمعاني محكمات. وهو في تنزل الفرقان حكيم، وفي مجيئه متلوا ومسطورا غاية حكمة، وفي رسالة الذكر التي تنزل لها هذا الذكر، إنه جاء مذكرا بحقائق نسيانها مفض إلى ضلال مبين، بحقيقة عبوديته وربوبية الله للوجود، وحقيقة هذا الصوت، الصوت الذي يليه، وحقيقة هذه الآيات المبثوثة في الكون، حقيقتك أنت. ذكر، وإنما سمي ذكر، والذكر يحيل على شوق المعرفة، لأن القرآن إنما يخاطب فينا أصول فطرتنا محاطة بدلائل الوجود المتكاثرة المقتنفة، كأن الرسالة إنما هي مجرد ذكر. ولولا هذه الحجوب الضاربة والمتراكمة من حولنا لما كان بيننا وبين القرآن مسافة إلا أن نرفع لحد قول القائل في التجويد ييسره، وليس بينه وبين حزقه إلا رياضة امرئ بشدقه، ليس بينك وبينه لن تفتح تحرك فمك إلا أن تنظر فيه، لأن النور لا يخفى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم جاء مرة وصف الكتاب بذات ما وصف به منزل الكتاب، في إشارة إلى أن نعته نعته، وأن صفة الكلام من صفة المتكلم به جل في علاه. قال تعالى في القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال في نفسه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هو جل في علاه، فكتابه علي حكيم، وهو المتكلم علي حكيم. علو
الكلام من علو المتكلم وحكمته من حكمته. إلى سياق العطف بعد سياق الوصف، كدرك الحكمة في سياق العطف معطوفة على الكتاب في موارد بلغت جهة عشر أو تزيد قليلا أو أحد عشر موضعا قام العطف، وذلك نحو الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هو الذي بعث في المرسلين يعلمهم الكتاب والحكمة. لا موارد مماثلة، مظاهر تصل إلى 11 موضع. وهذا العطف إما أن يحمل على عطف المرادف فيكون من قبيل التفسير، فيكون كنعج القرآن بالحكيم، كتاب الذي هو حكمة، وعطف المرادف مما تجيء له الواو في لغة العرب ولغة الكتاب، وقد أده صاحب المغني من بين معاني نيافة على العشرين لمعنى الواو، معاني الواو قال: ومن معاني الواو العطف، عطف المرادف، ومثل لها بقول الله: إنما أشكو بثي وحزني. الواو حرف عطف وتفسير، والحزن والبثت هذا حقا يقف منه بعض علماء البيان المدققين وقفاج، تقول بأن في العطف نوع خلف. هذه مسألة تحتاج إلى دقيق نظر في موارد مثل هذه الكلمات، هذه المسألة. ويمتل لها أيضا بقول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ورحمة صلاة، وصلاة الله علينا رحمة وإحسان. فقال هذا يدنو بعطف المرادف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأمت العوج، وليس هذا من قبل الحشو بعد المرادف، لأن فيه تفسير وإبانة وإيضاح، وليس فقط للمفردة. سيجون إن شاء الله بالتدقيق في مثل هذه المسائل بإذنه تبارك وتعالى. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. النهى العقل جمع نهية، هو الحلم، حلم العقل، حلم صفة، الحلم مادة الاتصاف أو ملكة الاتصاف. وعليه يكون هو هي كتاب والحكمة، أو يكون تكون الحكمة من باب عطف المختلف فيكون عطف صفتين فيه في الكتاب مختلفة تدن بنوع كمال يقال فيه ثمرة الكتاب، وهي فهم فيه والتزكي به، فهم فيه وحسن الاستنباط، حسن التطبيق لمعاني كلها فسرت بها الحكمة، عندما لا يرى العطف من باب عطف تفسير وعطف المرادف. سياقات أخرى ورد فيها الحكمة ليس في سياق العطف، وإنما في سياق الصلة أو سياق التجريد. من سياق الصلة لبيان كمال الحكمة ضمن مناهج البلاغ، قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في أساليب الحكمة قمتها أساليب الدعوة،
كما جوا الحكمة. الحكمة هنا لأهلها من أرباب العقول الذين يريدون فهم المقاصد. حين تدعوهم لا بد من إفهامهم مقاصد الشريعة وجمالها وكمالها. صفاء عقولهم يحتاج إلى هذا اللون من ألوان الخطاب والموعظة الحسنة لأصحاب القلوب لترقيقها بالمواعظ، والجدال للمخالف المعتز ببضاعته ويريد لون من ألوان الجدل معك لكي تدفع الشبهة عنه وتجيب على إراداته، فتكون حكمة على رأسي هذا. لأن أصحاب العقول الذين يريدون فهم المقاصد، وقد نحى القرآن هذا المقصد في دقن القرآن حكيم، فهو بهذا الاعتبار ففي حكم وفي مواعظ وفي جدال ينحو منها الرفق بالمخالف والحرص على فيئاته والجواب عن شبهاته. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، مختلف أهل الكتاب، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، فهل أنتم له مسلمون؟ ترتيب الجدل والاحتجاج وطرح المطالب. وجاءت الحكمة أيضا في سياق مجرد، يعني بسياق مجرد لم تجي نهدا ولا عطفا، إنما جاءت مقصودة بالتاج. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في البخاري الحكمة الفقه في الدين، وجاء في تفسير الحديث الذي رواه معاوية في كتاب العلم صحيح البخاري، من يريد الله به خيرا يفقه، أي خيرا كثيرا يفقه في الدين. آتاه الله الحكمة أراد به خيرا كثيرا. وستجيبون إن شاء الله هذه الآية من آية الحكمة. لنقف على سياقاتها الخاصة وما يمكن أن يكون مرادا بها إن شاء الله تحديدا حين نصل إلى هذه الآيات في دراستها في سورتها من سورة في مواضعها من سورة البقرة. إذن نميز سياقات أربعة. لآية الحكمة في مواردها سياق الامتنان، سياق تنبيه، وسياق الامتنان تنبيه إلى منة لكي تشكر وتذكر لقد من الله على من بعث فيه رسول، سياق منا، سياق التعريف، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم، سياق منا، وإنما ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، سياق التعريف بالوظائف، سياق التنويه بالكمال، كمال الفهم ومن يؤتي الحكمة فقه في الدين واستنباط المعاني منه، وكون القراءة المجردة وتعليم الكتاب مجرد أمية لا تتناسب مع مقاصد الكتاب الثمرة، لابد أن تكون مع تعليم الكتاب، كتاب والحكمة. فلا معنى لقراءة الكتاب دون أن تستفيد من هذه الحكمة التي سيجيئون من معانيها، هو ما تحكم به عملك وتحكم به نفسك تخلقا وتنزها، وتحكم به جدلك المختلف أو المخالف. ضوابط في المعرفة وفي الموقف، في المعارف والمواقف معا. سياق الذي سبق لنا وهو التعريف بمناهج البلاغ، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، سوقنا هذه الثلاثة لاختلاف المدعو أو للتنوع بحسب الأحوال، تنوع بحسب الأحوال.
لأن الإنسان الذي تخاطبه مدعوك هو عقل إلى قلب، ثم هو قد يكون خاليا بما يختلف به معك، وقد يكون مليئا بالمختلف يحتاج إلى جدل يخليه من لون من لون الارتباط، وقد يكون صاحب عقل يريد المعارفة ويريد معرفة المقاصد الأحكام، ثم إذا هو في باب في 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 باب الاستقامة والالتزام، وقد يكون صاحب قلب إذا ذكر بالموعظة أو زجر برفق عاد وفاء. فالناس إذن مختلفون، المدارك متفاوتة، ومن الحكمة وهذا من معالمها حفظ مقام المخاطب ومدركه وخطابه على سويته حتى تجيء الثمرة كاملة والنفع تام، النفع تاما. إذن لو جمعنا هذه السياقات لكانت إذن ثلاثة: سياق التنويه بالوصف، والتكميل بالعطف، وسياق الامتنان تنبيها، وسياق التعريف تنويها، وسياق بيان كمال الصفة وكمال مناهج البلاغ. ثم قد تجيء كما سبق أن نعتا للموحى به من جملة الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب، وذلك في أفصح وأصرح آية، هي آية التي سردت القضايا العشر في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله جل في علاه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إشارة إلى ما سبق من جملة الأوامر والنواهي، وهي موحى بها، وهي غاية في الإحكام علما وفي الإحكام ضبطا حين يتمثلها العارف بها سلوكا. ثم ننتقل إحصاء تصنيف بيان السياقات إلى بيان معاني دلالية دلالات الحكمة في العرف اللغوي اللي هو لغة في لغة الكتاب، ثم في الاصطلاح الخاص ما تعرف عليه طوائف من أهل العلم في اختصاصه. حين نأخذ أحد قواميس دقيقة من اللغة كمعجم مقاييس اللغة لابن فارس، يقول: الحاء والكاف والميم، يعني هذه المادة، هو يعني الاشتقاق الأصغر أو الصغير، يعني في ترتيبها لا في تقاليبها مختلف، ولا الاشتقاق الأكبر. كذلك من الاشتقاقات أنواع خمسة عند العلم بالاشتقاق: اشتقاق الأصغر، هذه المادة حاء وكاف وميم تدل على معنى المنع، تدور عليه دلالتها المنع في اللغة، ومنه أخذ الحكم، وأخذ حكيم بمعنى ذي الحكمة، وأخذت الحكمة على وزن قصبة التي هي حديدة لجام، لجام الدابة فرس ونحوها، وفت منه مادة الإحكام. ووجه ذلك دلالة هذه المشتقات على المنع والرجوع إليه أن الحكم أو القضاء الذي يمنع الظلم، فلا يقال حكم لغة دقيقة إلا إذا قضى فصلا بما ينفي الظلم الحاصل بما يقع به الإنصاف وفيه منع الظلم. الله يحكم بينهم ونحكم بينهم، الفصل في موارد الخلاف لدفع الاعتساف
وتقرير الإنصاف. والإحكام، إحكام الشيء إتقانه بما يمنع النقص، طروء النقص فيه، لأن الإتقان كمال، وكون الشيء غير سوين ولا متقن يعني يؤذن بوجود نقص فيه، الذي يمنع النقص في إيجاد شيء على وجه الإحكام هو الإتقان والإحكام. فالإحكام يعني الإتقان. ومادة الثلاثي كمادة الرباعي، يعني الرباعي كالثلاثي هنا لغة العرب، يقول حكم الشيء وأحكم الشيء بمعنى واحد، حكم الشيء أتقنه وأحكمه أتقنه. فالثلاثي هنا على معنى الرباعي. قل إن الله يحكم ما يريد، بمعنى يحكم إرادتي، يجعل إرادتي لإرادتي حكما ومقاصد، وده غير الإتقان للمرادات في جد المرادات. ومن الحكم حكومة، هكذا تلاجي على وجان أفعال السجايا، من حكومة فهو حكيم، فتكون صفة مشبهة من حكومة لوجود هذه الكلمة في لغة لنوجد سماعا، حكومة صفة مشبهة من حكيم. حكمة مثال مبالغة في اسم الفاعل حكيم، بمعنى حاكم أو بمعنى محكم للشيء. وحكمة الفرس لجامه أو ما حاط بحنكيه، لجعل قيادته مسلسح، لمنعه من الجموح والحرون، لا تجمح به طغيانا ولا تحرم به توقفا، لضبط قيادتها حكمه. فإذا كونها ترجع لمعنى المنع واضح، فالإتقان يمنع الفساد، تقول في الأشياء إنه نقص، إنه النقص. والحكم يمنع الظلم. الحكمة بالنسبة للدابة آلة منعها من فساد يعطل وظيفتها، كونها مطية لقضاء الحوائج، فإذا تصبح إما متوقفة لا تمتطى، أو حارون تلقي من على ظهرها، أو جموح تنطلق من غير انضباط وبغاية الإزعاج. ووجه صلتها بالحكمة، لأن الحكمة تمنع متعاصيها في باب المعرفة من نقصها كمالا، وفي باب الصفة تمثلا، باب الصفة الاتصاف بها تمثلا. الحكمة تصرف الحكيم عن تعاطي السفه قولا أو فعلا، خلقا أو نطقا، وهي ترجع عند النظر على العلم إلى شيئين: تحقيق العلم وإتقان العمل. فالعلم إذا انتهى إلى مقام التحقيق، والعمل انتهى إلى مقام الإتقان في التطبيق، اجتمع بوجهة العملة المسماة حكمة. ولذلك حين قسمها للعلم قالوا منها نظري ومنها عملي، الحكم العملية والحكم النظرية، هذه مقدمة لهذه. كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: ومن الحكماء في ملتنا وأهل الفقه له نعوج كثيرة، وله وجود في شتى الطبقات، طبقات المعرفة، وفي طبقة الشافعي، وفي طبقة الحكماء، وفي طبقة المتكلمة الأشعرية، وفي طبقة الفلاسفة من فلاسفة الإسلام إلى غير ذلك. يقول: العلم بغير عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. العلم بغير عمل جنون، لأنك تأخذ وسيلة لا تؤدي لغاية، إذن لماذا تعلمت؟
أشقى به غرسا وجنه ذلة. إذن في اتباع الجهل قد كان أحزما. والعمل بغير علم لا يكون. يعني كيف يتصور تعمل عملا صالحا بمواصفات مرضية من غير سبق العلم به؟ يمكن. إن الذي بغير علم يعبده لا يصلح العمل لكن يفسده. هذا شرط في تحقيق المعرفة، في تحقيق العمل. وقالوا أيضا الحكمة علم وعدل، وقربوا ذلك لطلبة أمثالنا. قالوا لابد في الحكمة من صحيح العينين، عين العلم وعين العدل، وذلك لاتقاء فسادين وآفتين فيك، جهل وظلم. والحكمة تمنعك من جهلك بالعلم ومن ظلمك بالعدل، وهما العقبتان في طريق الائتمان. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في تنبيه للعقبة التي تصدك عن القيام بالأمانة المخولة، وهو جهلك البالغ وظلمك. ظلم فساد إرادة، الجهل فساد تصور، فساد تصرف، ولا بد للثانية من الأولى. الحكمة عند أهل الاختصاص متفاوتة في إطلاقها أو مختلفة في إطلاقها. فالمتكلمة يطلقونها على مباحث الإلهية، والمتعجبة يطلقونها على الأمثال السائرة والأشعار التي تلتزم بهذا النمط من المقولات المحكمة والتجارب المخلدة. سنذكر أمثلة لهذا إن شاء الله. والأطباء يطلقون على الذي بلغ قمة التطبيب الحكيم. وأهل الشريعة يسمون سنة رسول الله، واختصر حكمة. ومن الإمام الشافعي رحمه الله، وقبله قتادة وقاجيل والحسن البصري في تفسيرهم الحكمة التي جاءت إزاء الكتاب. هذه تخصصات اصطلاحية، لكل وجه في الإطلاق، ولكن الذي يجمعها فيما يبدو هو الإحكام العلمي والإفضاء إلى إحكام عملي أو نظري. وفي كلهما منع لنقص يحصل في الباب. فالذين يطلقون على الإلهيات مباحث الإلهية، مطالب العالية كما سماها الرازي وغيره، مباحث الإلهيات، صفات الله، المعاد، النبوءة، الغيب، قالوا لأنه هذه المباحث موضوعها أجل موضوع، ومنهج البحث فيها ينبغي أن يكون أجل منهج. فعندهم الحكمة هو بحث أجل موضوع بأجل معرفة، أجل معلوم بأجل علم. والأجلية هنا لا تنزعج، وهذا اختصاص، لأنه حين تبحثها بما يتفق فيه العقل والنقل وبما لا ترد فيه الشبهة، بأسلوب يدرأ كل شبهة ويتقصى الأسئلة في الباب لغايتها، درأ لكل وارد شبهة في باب اليقين العقدي. قد يقول واحد هذا ادعاء، ولكننا نسلمه لأهله وللذين يعرفون مباحثه، ومنهم الإمام الغزالي رحمه الله يعرف هذا، ومن رشد رحمه الله حين أراد أن يجادل في موضوع الشريعة والفلسفة وما بينهما من الصلة عنوان بهذا. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. فأطلق الحكمة على المطالب الإلهية، مسمات فلسفية لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلم به. لكن نحن ننتزه معنى إطلاق الحكمة ووجه كونها مطابقة للمعنى اللغوي يضاف إليه قيد الاختصاص في الباب.
لأن الدلالة الاصطلاحية لا تتجاوز الدلالة اللغوية وإنما تقيدها تخصصها. الأطباء حكماء وجود سميتهم لأن الذي بلغ فيهم إلى مقام معرفة الكثير من العلل المفسدة للعافية والأشفية الدافعة للعادية، أي لهذه الألوان من الخلل الوارد على الصح، معرفة تدفع الفساد داخل العافية الجالبة للعافية والدافعة للعادية للعوادي. حكيم الجمل يعرف الداء ويعرف تنزيل الدواء، فيطلق لفظ الحكيم عليه لأنه فعلا فإن هناك معرفة دقيقة بالآفة ومعرفة دقيقة بما يدفعها ووضع هذا الشيء الذي يسمى دواء في موضع الداء بغاية الحكمة، ربط بالأسباب ومسبباتها بغاية الدقة. الوان من العلم الدقيق المتقن الذي يرافقه التطبيق العملي. لاحظ نقول ربما المباحث النظرية في الفلسفة ليس فيها تطبيق عملي لأن عملها من نوع النظر، لذلك يعرضون الشبه ويجاوبون عليها ويناظرون، فمباحثهم هي نظرية في جملتها، التجانب التطبيقي فيها هو من نوع النظري. الجدل في الإلهيات له أهله طبقات متخصصون فيه وله منهاجه الحكيم في مقام الاعتراض في مقام الدفع ومقام الرفع ومقام الإرادات، الذي تحتاج إلى علم فائق تحتاج إلى تطبيق رائق. وتسمية السنة حكمة، من أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ربه مرسله؟ أحكم الحاكمين، هو الذي أهله لذلك وكلفه ببيان الكتاب، فجاءت سنته غاية في الحكمة من جهة موافقة الكتاب ومن جهة بيانه وتفصيله وتطبيقه غاية. حتى كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة خلقه القرآن ونطقه القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى وإن نطق بغير القرآن نصا فينطق به ميان تكملة. السنة إذن منهاج، السنة إذن أسلوب، السنة إذن جملة قواعد وليست مفردات مندثرة. وهذا في تسمية السنة حكمة من الإمام الشافعي وغيره تنبيه إلى هذه المسائل، وحتى في لفظ حكمة هكذا بهيئة فعلة، المصدر إذا أريد به الهيئة جعل صفة فعلة، وفعلة الهيئة كجلسة، فعلة للمرة وفعلة للهيئة، حكم حكمة مرة، حكمة هيئة، وهنا هيئة هنا تدل على أن المحال عليه أو إليه نسق. السنة ليست نظارا معرفيا، نسق. سنة رسول الله منهج، سنة رسول الله هدي وليست مفردات جزئية، انتبهوا نسقها. والغافل عن النسق المقصدي يقع في مشاكل، فلا يعرف مراتب السنن ولم المقدم منها وما ينبغي أن يؤخر، والدائم منها ولا العارض لعلة. انتبهوا لتتضح لكم صور الحكمة في السنة الكبيرة. يجيئه الرجل فيسأله أي الأعمال أحب فيقول الصلاة على وقتها، ويجي الآخر فيقول له بر الوالدين،
فهذا الجواب المختلف لسؤال متفق واحد يدل على الحكمة، عرف حاجة هذا ابتدان إلى هذه المسألة وكونها في محل التفريط منه فنبهوا إليها. حفظ المراتب وتقديم الأهم وما ينبغي أيضا هو الذي يجعل لتسمية السنة بالحكمة معنى غاية. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب بعد أن سأل أحد المشركين لعله صفوان كم تعبد، أو لعله أمية عفوا أمية كم تعبد، قال ستة أو سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. فكان جواب صلى الله عليه وسلم سؤاله له لمن تجعل همك، إن حين تكون في مقام الضرورة إلى من تتوجه من هؤلاء السبعة؟ قال لي الذي في السماء. فقال ما كان أغناك عن هؤلاء الضعاف، يعني يطرح هؤلاء الستة واتجه للواحد، أسلوب حكمة في تحويل الرجل من ضيق الشك إلى فضاء الإيمان والتوحيد ورحابه الواسع. تسمية المتأدبة لبعض الأشعار حكمة، وتصديق رسول الله لذلك في قوله إن من الشعر حكمة أو لا حكمة أو حكما حسب الروايات، هنا حكمة أي في الشعر حكمة، فهو مدح للشعر من جهة الموضوع وذم له في خاتم في السطر الثاني. ومن البيان سحرة، وهذا على الصحيح مقام ذم في تنبيه إلى فضائله وتحذير من غوائله. في البيان قد يسحرك ويخدعك ويصرفك على الحق، ولعل أحدكم أن يكون ألحان بحجتي من خصمه فأقضي له على نحو الذي أسمح. إذن ففيه دم البيان بالسحر، وإن كان بعضهم قال هذا أيضا من معاني المدح، إذ لا مدح في السحر على الصحيح. سميت البعض بالسحر الحلال فيه أكثر من مقال. شعر الحكمة هو الشعر المستثنى في قول الله تبارك وتعالى الشعراء واتباعهم الغاوون لم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي منهم؟ في ذلك سئل أحدهم في الإسلام فلان شاعر فأراد أن يمدحه فقال ده من الشعراء بعد إلا، شعراء الذين بعد إلا يعني المستثنون من يتبعهم الغاوون. وكان في القرآن إشارة إلى موضوعات الشعر الجاهلي التي خصمها القرآن، موقف الموضوع غير جيد. اتبعهم الغاوون شعر الغوايا خمرا ونسيبا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون شعر الطللي بكائي تحسري، فالواحد يبكي الرسوم ويبكي الأطلال ويقول الشعر فرق الأحبجي انتقال الخيام هيام وراء الغيام إهدار طاقة في البيان وفي الروح. وأنهم يقولون ما لا يفعلون شعر حماسة، تقل قائلون ما سمع أحدهم يتحمس لما يتوعده، قال زيزي قل ابشر بطول سلامة يا مروح. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. الفرزدق لا يقوى على حمل العصا فكيف يحمل السيف؟ شعر حماسة زائفة وبكاء مهدر طاقة روحا وجسدا وخطابا، وشعر غواية نسيبا وتشبيبا وخمريات منزفة، شراب منزف للعقل والجسد. لابد أن يكون كتاب الهداية
خصما لهذه الصنوف التي توظف أرقى بيان في أسوأ موضوع. لابد من تخليص الوعاء من الحمولة الغير المتناسبة. وقد جاء القرآن معجزة بيان، معجزة بيان، خلص الوعاء. الذي يجيء إلى قارورات جيدة فائقة في الصنع وفيها ألوان من الشراب المضر سما ونحو فيورقها وينظفها، لا بد من تنظيف اللاج هذه الألوان من الوهم، وتنظيف الوعي أيضا من سوء الرعي. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم استنشد بعض الصحابة شيء أشعارا سبقت من شعر الحكمة ومن فائق المناهج في كتب السنة، أنهم أفردوا كتابا للشعر. ففي مسلم كتاب الشعر ولكنه لا يوجد في صحيح البخاري، هذا مما زاد به مسلم والبخاري في أسماء الكتب والترجمة كتاب الشعر. وفيه أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيد، النبي يوقع على الشعر بتصدق أصدقك ألا كل شيء ما خلى الله واصله، كل من عليها فان ويبقى تصدق القرآن. ونقرأ في شعر الحكمة شعر زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس وكأن ترى رمزي من ناظر لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. قرأوا في شعر الحكمة متأخرا متنبي: ومن يك داف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. قرأوا في أشعار الحكمة حتى عند بعض الشفعاء كترفع تجارب خلدوها، شيء معروف أيضا أمثال سائرة عند المتعجبة. أرى العمر كنزا نافدا كل ليلة وما ينقص وما تنقص الأيام والدهر ينفجي، لا بد أن قبلها البيت اكتوى للمرخى وتنياه باليد. إذن المتعجبة يطلقون الحكمة على الكلام والمقولات المحكمة التي خلدت التجارب وخلدت الحقائق في كلمات غاية في الإتقان تجمع إلى الإيجاز المطالب التي حازت الامتياز طالب عليه. في أقوال رسول الله كثير من هذا الدرب: نفسك مصيتك فارفق بها. إن المنبج لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أخبر تقله حين تتعمق في معرفة صاحب بالعشرة أو الناس فإنك تنتهي بهم إلى القلة والبغض، بغض. إذن أهل الحديث ينزعون إلى تسمية تنزيل الحكمة على معنى السنة لمن بنى إليه، وأهل الأدب ينزعون المنزع الآخر، وأهل الفلسفة يرونها حرية المئن تطلق على المطالب العلية بالشرط الذي تكر، وأهل الطب يرونها وصفا للمتطبب المختص الذي يكتشف الداء ويكتشف الدواء ويضع هذا لهذا مرابط اللسان مسبباتها متتبعا لأحوال معالجه إلى أن يتم شفاءه. الإمام الكفوي أبو البقاء له كتاب معجم في المصطلحات يسمى بالكليات، حين عرض لكلمة الحكمة كأن به أخذ تعريف البيضاوي
جامع للحكمة. فقال هي تكميل النفس بالمعارف. وتكميل الملكات التي تحصل بها الأفعال الفاضلة. هناك معرفة، هناك ملكات، معارف وملكات. فتكميل الجانب النظري بالإدراك العلمي لغايته الممكنة المستطاعة، وتكميل الملكات التي وراء الأفعال الفاضلة، الملكات التي ترجع للعدل انضباطا، جماع أو جماع الفضائل، الملكات التي تثمر الأعمال الفاضلة سخاء وجودا وصبرا وتثبتا وتأنيا وتحريا للقصد والوسط. فكان هذا يرجع إذن فعلا إلى كمال النفس في الجانب العلمي وجانب الملكي الذي هو تكوين الملكات التي وراء الأفعال. وإذا اكتمل هذين اكتمل الشخص. فكان الحكمة نعت للكمال في الجانبين، علما ومعرفة وحالا وسلوكا، جوانب الثلاثة. الحكمة إذن هي ذلكم الميزان الذي يجعل الحكيم يصل إلى الحق في جانب المعارف، ويجنو إلى الحق في جانب المواقف. ولذلك إذا تتبعتم كلمة ميزان في القرآن في غير موارد المراد بها الوزن فعلا، أي آلة الوزن، فنتجدونها في ثلاث موارد تعني الحكمة. ولأمر ما جاء في ترتيب آية الحكمة الختم بآية الميزان، لأنها شبيهة بما جاءت في سياق شبيه بآية الحكمة عطفاً على الكتاب. قال تعالى في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال في سورة الحديد: هو الذي قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وتالي تقريبا من هذا في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، إلى أن قال تعالى: في السماء رفع ووضع الميزان، أي شرعه. الوضع هنا وضع الشرع. الحكمة هذه المعطوفة على الميزان المعطوفة على الكتاب، وشو الحكمة المعطوفة على الكتاب. فلا حكمة بغير ميزان. والميزان في صورته المادية مثال للاتزان، أي للإنصاف، لما به يكون الإنصاف. لأن الوزن وسيلة لتحقيق الحق بيني وبينك، تبايع وأنا مشتري، فكم تساوي هذه البضاعة، كم تزن، لكي ورتب عليها قيمة، يعني كيلو كذا والكيلو بكذا وكذا. في التعريف بعد التوصيف، تعريف لتعريفة تعريف القيمة بعد التوصيف الكم أو الوزن. والميزان إذا انضبط لسانه وكانت كفتاه على سواء كان مثالا للإنصاف والستة. إنصاف هذا إنصاف يرفع الخلاف، والخلاف إذا كان في مقام العدل يعني ضدا عليه فهو شر. الخلاف التنوع، الخلاف يعني يكون في مقام ضدا على العدل فهو شر. فلذلك الحكمة ميزان في باب المعارف وفي باب المواقف، ولا بد للميزان من كفتين ولسانة، ولا بد له من وازن يعرف كيف يستعمل الميزان. لذلك الميزان بوازنه بنفسه وبوازنه. أنزل الله عليك
حتى لا لا لا, لا, لا نجعل رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني أن الكتاب يغني عنه. لا بد الحاجة إلى وزن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحداث. ولذلك تجدون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله قمة في الميزان. مواقفه في المغازي مختلفة جهادية, مواقفه مع آل بيته عرف بعضه وأعرض عن بعض, من مواقف الصلح إلى مواقف التحدي. تجدون كلماته صلى الله عليه وسلم توجيهاته, تجدون أعماله, تجدون تزكياته لأصحابه على الميزان. ردوا على الذين قالوا نتبتل كلنا على طريقتي, أنا أصوم الدهر وهذا لا تزوج النساء وهذا أقوم الليل ولا أنام, فقال أنا أقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر, فمن راغب لاحظوا عن سنتي منهاج الميزان والتوسط ورعاية الجسد والخلد, رعاية حد الوسط الذي هو حد الصراط المستقيم, لأن الاستقامة استواء, الاستقامة ميزان, والحكمة كذلك. ويدلوني من ألوان التقريب نكون قد أنهينا هذا الفصل الصغير في مقدمتي تعاصينا للتدبر أو سياحة تدبرية الأولية لآية الحكمة في سياقاتها المختلفة. ونبدأ إن شاء الله بالإحصاء العدي الذي ورد عندكم هناك. جاءت آية الحكمة أو الحكمة في آيات صريحة عدتها 19 آية, وعدة تكرر الحكمة 20 مرة, وعدد الصور الواردة بها 12 صور, الصور 12 وعدد تكرر الحكمة 20 وعدد الآية 19. ولماذا قصر الآية عن العد؟ لأنها تكررت في آية واحدة مرتين. يؤتي الحكمة من يشاء, ومن يؤتي الحكمة في آية واحدة تكررت مرتين, فكان العدد قاصر عن عدد الآية أو زائد عن عدد الآية. عدد ألفاظ الحكمة المتكررة 20 وآيها 19 وصورها 12 صورة. وقد رتبت كما هي في نسق المصحف, الخمسة الأولى منها في سورة البقرة, وهي التي إن شاء الله نبدأ بها ونحاول أن نضمها إلى بعضها تيسيرا. وربما اقتضى ضم النظائر أن نجيء بآيات من غير البقرة كآية آل عمران وآية الجمعة جمال للسياقات. في الآية الأولى عندكم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله جل في علاه حكيا دعاء إبراهيم ومخبرا لإبراهيم في دعائه, ربنا واجعلنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية لو ضمنا لها نظائرها وهي ثلاثة خواج لها في الموضوع, ولكن تختلف عنها في السياق كما سي. آية البقرة ويقول الله تعالى عزيز هذه آية البقرة, والآية الثانية البقرة قل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وآية آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولما أصابتكم. وآية الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم.
إذن آيتان من سورة البقرة وآية من آل عمران والجالشة، رابعة من سورة الجمعة، كلها واردة في بيان وظائف النبوة وما وكل إليه صلى الله عليه وسلم من المهام العالية. والفرق في السياق، في سياق الآية الابتدائية هي الأولى، هو سياق تعريف، السياقات الثلاثة سياقة التنويه والامتنان، ونقول سياق الامتنان كما أرسلنا فيكم رسولا لقد من الله على المبعث فيهم رسولا هو الذي. شوف وجه دلالة كونها سياقات امتنانية. سياق الآخر تعريفي. إذن سياق الأول سياق التعريف أولا نعالجه، وهذا منهجنا، ببيان سياقه القريب أو المعرض القريب والسياق الكبير الذي هو موضوع الصورة. وهذه المسائل تفيدكم إن شاء الله في النظر الجزئي، النظر الجزئي في القرآن، لأن الله قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، الصدق في المضامين والعدل في الموازين، نظم القرآن، نسق القرآن، لا ينبغي الغفلة عنه أو تغافل تناسيه عند المتدبر لآية الكتاب. لو سألتكم سؤالا وهذا يتكرر إن شاء الله مني إليكم حتى تكونوا دائما مستعدون، تكونوا مستعدين إن شاء الله للاشتراك، هذا شيء مطلوب طالب يعني ومتلقي، وأنا أرى أنكم إن شاء الله فوق ما أظن، لابد أن يكون منه شيء ليتم اللقاح، لابد من أن يكون هناك من رصيد مشترك من المحاولة، ما يجعل التلقي إن شاء الله يرقى إلى هذا المستوى الذي هو المستوى المطلوب. أولا سياق القريب، احنا لابد من أن نقرأ ما قبل الآيات وعن أي شيء يتحدث القرآن. ربنا من القريب؟ إنه إبراهيم. والسياق يبتدئ من قول الله والربع الأخير من الحزب الثاني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وجعل البيت مثابة للناس. الآيات إلى أن قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ابتلى إبراهيم ربه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. فإذا معرضنا معرض ذكر فضائل إبراهيم ومناقبه، وكيف أنه ابتلي بأوامر شاقة فوفى، وإبراهيم الذي وفى شهادة الله، والوفاء الإتيان بالمطالب على كمال في الأداء. الله يقول إبراهيم ما قصر، ابتلى إبراهيم ربه فأتمهن إلى آخر الابتلاءات بذبح الولد خاتمة الابتلاءات، قال ربه أسلم قال أسلمت، بعد خاتمة الابتلاء كلف برفع البيت هو ولده الذي هو أيضا سبقت المنة من ربي عليه بأن يكون ثاني مسلم مسلمين لك، تثبيت على الإسلام. فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل افعل، مش افعل ما رأيت، افعل ما تؤمر. أول الرؤيا بأنها أمر، رفع البيت
بإذن الله وباليدين الطائرتين من نبيين مسلمين المقتتلين المنقادين، ليكون منارة للإسلام الخالص وهو الانقياد عن تمام اعتقاد، وإبراهيم لم يرد لهذا الإسلام أن يبقى منحصرا فيه وولده وإنما أراد أن يكون دائما في ذريته مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يكن إبراهيم أنانيا، وإنما كان صاحب رسالة يريد لها أن تمتد. قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة، وحدد فقال: ربنا وبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتي وذكر. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث الحسن: أنا دعوة إبراهيم، أي أنا المعني بقول إبراهيم في دعائه المرفوع رسولا منهم. هذا التنوين هنا للصفة الموحدة، للتعظيم ولبيان أنه واحد، رسولا واحدا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. قال فيهم ولم يقل إليهم، لأنه يريدها رسالة عامة. فوقت شاء الله رسول من ذريته يكون رسول ختم وعموم، خاتما وعاما، ولم يقل رسولا إليهم بل فيهم، إلى قصر وفي وجود في المكان. وفي رفع المطالب باسم الرب استعطاف، استنزال للطف، لأن الرب يعني المحسن ويعني المصلح، من معاني الرب الذي يربك يدبر أمرك ويصلح شأنك. من القرآن العرب: أديم مربوب، أي منصلح بالتباغة، ميسر لما جعل له من أمر الصناعة. وفي تكرار ربنا واجعل فيهم، ربنا وابعث فيهم، إظهار للضراعة غاية. وفي حذف يا ربنا ابعث فيهم تقريب، إشعار بقرب المدعو وقرب إجابته. ما قالش يا ربنا ربنا، حتى يا حذفت، لأن من أصلها أن تكون لنداء البعيد. وسيدنا إبراهيم الخليل خليل الله، قريب من ربه، متقرب إليه بكل محابه الممكنة بما فيها إراقة دم ولده. ربنا ربنا إذن استغاثة، إعلان ضراعة وشفاعة، ثم التكرار أيضا لبيان أن كل دعاء من الأدعية مقصود لذاته. ربنا وبعث فيه، ربنا وجعلنا مسلمين لك، ربنا وبعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقد جاء ذكر هذه الصفات في نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وفي وصفه على ترتيب وجودها وعلى ترتيب التي تقتضيه الحكمة، لأن التزكية هي ثمرة، لأن التزكية ثمرة غاية، ومنطلق إليها أولا الاستماع إلى الوحي المزكي، ثم تعليم الكتاب، ثم الأخذ بالحكمة، ثم انتهاء بالتزكية. فالترتيب هنا ترتيب وجود، هذه الوظائف على ترتيبها في الوجود وترتيبها في كترتيب الأسباب قبل مسبباتها، وهو سياق مختلف عن سياقات الأخرى. لأن ماذا؟ لأن المراد والمقصود مختلف. لاحظوا هنا أن رسول الله بعث فيهم رسولا ينحو بهم هذا المنح، فيعرفهم ابتداء بآياتك المنزلة تلو نزولها، يتلو عليهم آياته يقرأها تلو نزولها. وهذا الذي أرجح من لفظ التلاوة هنا، هناك التلاوة في نفسها وهو قراءة الأوراد يتلو بعضها بعضا.
في ختمة الاستظهار، في ختمة الجمع، في ختمة، وهناك تلاوة فور النزول، وهو الذي كانت من خصيصته صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي نزل إليه فرقانا، فكان ما إن يسر عنه بعد لقائه بالملك إلا ويقول يقول الله تعالى ويقرأ القرآن، ما أخر النبي ولا دقيقة واحدة بعد نزول وحي، إنه كلف بقراءة تلو الإنزال، وهذا مضطرد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورث منه صلى الله عليه وسلم. يتلو، وكلمة يتلو فعل مضارع يدل على التجدد، متى ما تنزل إليه منزل تلاه فور نزوله، بل وفي دعا الكتابة ليكتبه على ما تيسر من موعد الرقاء والإخاف والأكتاف ونحو ذلك مما من مواد مختلفة بأقلام مختلفة، يتلو عليهم فور نزوله، سواء تنزل عن سبب خاص أو سبب عام، يعني بالسبب العام الحاجة، لأن هناك القرآن بسبب التنزل إلى قسمين، نازل عن سبب ونازل ابتداء، وذلك ابتداء يعني ليس سبب شخصي وخاص في جواب عن سؤال أو نزل عقب حادثة للبيان. يتلو جدة الوحي النازل وجدة تلاوته المنزل إليه، فائق عناية غضاضة الوحي وطراوته تنزلا للمعالجة، وأيضا مقصود ومن وظائف النبي، وما كان صلى الله عليه وسلم لي يخل بهذه الوظيفة أبدا، وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الكتاب تلاوته فور إنزاله. أما تعليم الكتاب فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق الوحي على نزوله فرقانا، وإنما رتبه كتابا، وهذا أيضا من وظائف النبي أن يقول لهم ضعوا هذه الآية جاء هذه، ويكفيكم أن تعلموا أن البقرة سورة البقرة طول سور الكتاب، أول ما نزل في المدينة وآخر ما نزل هو منها، واتقوا يوم ترجعون فيه، فقد نزلت في أمداء متسعة، ونزل ضمنها عدد من صور الكتاب اكتملت قبل نزوله إتمامه. فإذا كان من ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم وهو جمع الآية في الكتاب، قراءتها في الكتاب، وضعوا آية الربا إذا الآية التي يقال فيها كيد وكيد، وكان هذا أيضا من مقاصد الدراسة التي كانت تقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ملك الوحي في ليالي رمضان، في كل رمضان يصوم، وهو ترتيب هذا المنزل وفق نسقه الذي سيبقى عليه باعتباره كتابا، لأن سبق لنا أن الكتب لا يعني بالضرورة وجود رسم، بل يكفي أن يكون فيه جمع على نسق، جمع على نظام، والكتب جمع، قل على نظام، جمع الكتب جمع على نظام. فهذا أيضا كان من الأشياء التي اهتم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا عندي من معاني الترتيل ورتل القرآن ترتيلا، إن فيك أداء لا تعجل بقراءته، وترتيبا، لأن الرتل هو النسق، الشيء على رتل أي على نسق، كلف بهذا صلى الله عليه وسلم وأقر عليه من ربه جل في علاه بمدارسة ملك الوحي وتنزيله وحفظ الصحابة على هذه الصورة حفظوا. فهذا الشيء يقول لا من لقنت من رسول الله من فمه لأذني 70 سورة، أي على ترتيبه تلاوتها، ترتيب آية في صورها، ويعلمهم الكتاب. فكان صلى الله عليه وسلم من مهامه أن يحفظ الكتاب، أي يحفظ المتلوة
نزولا على نسق اسمه الكتاب. ثم تجيء الحكمة معطوفة على الكتاب لبيانه كلف أيضا بشرح هذا المرتب، شرح هذا الكتاب المنزل فرقانا والمرتب كتابا مقروءا. حكمة الفهم فيه والاستنباط منه. ولذلك قال من الشافعي ما من سنة إلا ولا أصل في الكتاب. وهذا لا يعني أنه ليس للسنة إضافة، لكن إضافة في معنى الأصل، في معنى توسيع الأصل، حتى لا يقول قال شيء لا والسنة تستقل. نعم، ولكن استقلال انفصال لا يتصوره عاقل له نوع من وعي الكمال. يعني فضلنا متشبعا بالسنة. أصول المكارم، أصول المحارم، أصول القواعد، أصول المعاقد في الكتاب. والنبي حين يشرح ما أمر وكلف ببيانه، لأنه يشرح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، ما كلف ببيانه وما كان أمره يرجع لمعنى التوقيف مما لا تدل عليه نصوص الكتاب بأصالة الوضع، دلالة الوضع. وذلك سيدنا حبر الأمة وسلم القرآن، والذي صدر به الطبري تفسيره، القرآن على أربعة أو يؤخذ من وجوه أربعة. قسم يعرف من كلام العرب، إذا فرجعوا فيه إلى كلام العرب، وقسم لا يعذر أحد بجهله، أي ممن يعلم عموم اللسان يعني لغة أو ترجم له فلا يجلب يلو بلغته بسيطا منه وبينه حاجز اللغة الترجمة الصغرى إن كان عنده، يعني لم تكن له لغة الكتاب. وقسم يعرفه العلماء، يرجع للناسخه ومنسوخه ومقيد قيد مطلقه إلى آخره. وقسم قد يعرفه العلماء لأنه يعرفون السنة ويضمون القرآن إلى بعضه فيسرون بعضه ببعضه ويسرونه بسنة رسول الله، يعرفه العلماء. قسم متعلق بالأحكام وتفصيلها. وقسم استأثر الله بعلمه، هكذا يقول. وهذا هو من الوان الاستئثار، سيجون إن شاء الله بعض الكلام فيه. هذا القسم يعني الاستئثار أنهم لا يعرفون فيه شيئا مطلقا، أنهم لا يعرفونه على وجه القطع والتفصيل. أو الاستئثار يعني أنهم لا ينبغي أن يكون موضع تدبر، غلط كما سيبدو لنا إن شاء الله. ويذكرون ضمنه من مما يمثلون به فواجه الصور الهجائية، فواجه الهجائية لبعض الصور الكتاب، فجاءنا من قسم المستقطر. فلا إن شاء الله فيه بعض النظر كما للأئمة من قبلنا وللأئمة بالتفصيل. وجئنا في صدر سورة لقمان ألف لام ميم، ذلك الكتاب الله حكاية الكتاب الحكيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ثمرة التدبر فيه، ثمرة التدبر فيه حسن الاستنباط منه. والنبي صلى الله عليه وسلم سدد الصحابة، سدد فهومهم في الكتاب. هذا صلى الله عليه وسلم يجي أحد الصحابة بعدين كان في غزاة وأجنبه وخشية، وكان الحال حال برد يعني، ولم يعني لم يدري أو لم يبلغه أن التيمم ينوب عن الغسل، لأن يعني التيمم ينوب عن الوضوء. فقاس الغسل على التراب، يعني الماء على التراب، قاس التراب على الماء، اختلى جانبا يعني في رمال، ثم تمرغ في التراب كله، ثم وصل في ذلك المسعى. فقال ما تفعل؟ قال إنما أحسن حديث عمار، حينما كان يكفيك فعله. في رواية قال تذكرت قول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلم أغتسل. فضحك صلى الله عليه وسلم قال له تصديقا وتأكيدا لسلامة فقهه ونظره في الكتاب. ثم صحح له
أنه لم يخطئ في أصل القياس وإنما في كماله، إنه كان يكفيه من تراب أن، لأن المسألة تعبدية وليست تعقلية بحيث أن في التراب ما في الماء من مقاصد الإزالة أو من مقاصد تخفيف الحال المسمى جنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم سدد الصحابة في كثير من لوان الاجتهاد، وهو لون من لوان الفهم في الكتاب والفهم في السنة، الكتاب والحكمة. والحكمة إذن تتعلم، علمهم الكتاب في التعليم معنى التحفيظ، لأن حفظ الشيء تحصيل، والتحصيل معرفة وعلم. قالوا لنا علم الشيء حصله، حصله فهما وحصله لفظا بلون ملوان الإدراك غيبا، هذا أيضا معرفة. والحكمة والفهم فيه تعليم الكتاب تحصيل ألفاظه، والحكمة فيه معرفة معاني والاستنباط منه. ويزكيهم، هذه الثمرة، هذه الحكمة لا تراد لي لجاشي، هنا تراد لمعنى أعلى وأرقى منها هو التزكية. والتزكية إذا ذكرت وحدها فهم منها سبق التطهير، التطهير والانتفاء والتخلي من الضد. ولذلك إذا ذكرت مع التطهير كانت التزكية متخصصة فيما يرق وينمي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي. فلو ذكرت التزكية وحدها درجة التطهير فيها، فيكون فيه التخلي والتحلي. التزكية تكون بالتخلية ابتداء بالمانع، ثم التحلية بالنافع. تجيب النفس تطهرها من غوائلها وتكملها بفضائلها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها، طهرها من نواعي الفجور ورقى فيها. الجانب الآخر تقوى، لما فيها نوازع الاتقاء للارتقاء، وطهرها من دواعي الفجور الذي فيه اقتحامها الحرمات وتجاوزها. التقوى الجام، والفجور داعية اقتحام من غير ضابط. وضبط هذين النازعين فيك دافئا ورادعا هما معقد التزكية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذه الوظيفة في صحابه الكرام. جاءه رجل فقال: يا رسول الله ذلي به بالزنا. قال: واقترب. فلما اقترب من قاله: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ترضاه لأمك، يعني من غيرك، يعني تكون مزنيا بها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ترضاه لأختك، ترضاه لبنتك، ترضاه لأمك، مثل يكررها عليه. ثم مسح صدره بيده الشريف صلى الله عليه وسلم. قال يقول في رواية: فما شيء أبغض إلي من الزنا بعد ذلك. يزكيهم، كان بركة الحضور النبوي في المقام وحركة خطاب هذا الوعي الغازي لكي يستيقظ. تذكر إنما أنت مذكر، أيقظ هؤلاء النوام، أزل هذه الحجب بغاية الرفق. ويزكيهم، فإذا هذا تعريف بوظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا بتلاوة الآية وانتهاء بالتزكية بالكتاب والحكمة. تزكية بالحكمة، الحكمة إذن مرادة للتزكية. قلنا العلم بغير عمل جنون، والعمل بغير علم لا يقوم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى في السياق: إنك أنت العزيز الحكيم. هذا تدليل بهذا الكمال المستويش، عزة وحكمة، هذا بيان أن الحكمة من وظائف النبوءة المصلحة،
وأنها مشتقة من حكمة الله الذي نزل هذه الحكمة، وحكيم ذو حكمة جميل معاني، والحكيم المحكم لما يقول ويفعل، والعزة قمة اقتدار، والجمع بينهما لما سبق قلنا لكم من العزة لا يغلب صاحبها، عزيمة لا يغلب، لا تغلبه مرادات، هذه المرادات إنك أنت القادر على ذلك. العزة قال فلان عزيز، معنى عنده من القدرة ما ينفذ به مراداته، في ذلك تطلب منه، معناه وأنت جدير بأن تفعل لأنك عزيز عندك هذه المطالب تقدر على إنفاذها واحدة. فكان فيه تنزيل للدعاء، يعني استنزال ربنا استلطاف، والتجيل استلطاف غاية. والحكمة رعاية المقاصد العالية أيضا، معناه عزة قوة تراعي المقاصد، تراعي الغايات المرامي العالية، قدرة الله قدرة موصوفة بتمام الحكمة، وليست قدرة لا يحكمها ضابط من نوع الكمال الذي تنهج به الذات العالية. الله عزيز حكيم، ولذلك لا يجي وصف العزة هكذا إلا ومعه ما يدفع هذا اللون من ألوان التخيل تصورا لما لا يليق في عزة الله من وصف كمالها. إنك أنت العزيز الحكيم، ووصف الله تبارك وتعالى بتعريف الجزئين في هذا الباب للإدانة بالقصر، أنت ضمير معرفة، العزيز معرف بأل، ففيه أنت لا غيرك، ففيه إفراد الله بالعزة كمال اقتدار، وأنت الحكيم وأنت الجامع بينهما، ففيه وصف بثلاث صفات لله جل في علاه. وكان في العزة القدرة التي تمنع الفساد، الحكمة العلم الذي يمنع السداد، وأوضاف النبوءة تمتح من هذا الكمال العلي. الآية المنزلة من عزيز حكيم، والكتاب المنزل من عزيز حكيم، والنبي المرسل بالحكمة مرسل من عزيز حكيم، والتزكية قمة تطهير وتنمية للارتقاء إلى مقام العزة التي هي للمؤمن بشرطها، والحكمة التي ينعت كمال للمنتسب بشرطه. فحصل من هذا الدعاء الخليلي الذي دونه القرآن في طول صور الكتاب أن وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتين منها لحفظ النص، ثاني للارتقاء إلى مقام الذين نعيتوا بالخصوصية عليهم ويعلمهم الحكمة ويزكيهم أي بها. إذن حصل من هذا أول معالم الحكمة، والألوان عندكم، إننا لا نتبع هذه الآيات إلا لرصد المعالم، لتعريف الوارد بالموارد التي هي الينابيع، لأن موارد الحكمة ينابيعها. فتعريف الوارد الذي يريد أن يرد ولا يكون إلا للماء من عين صافية، والما ورد ماء مديا جاء إليه ليستقي ويشرب، وفي توصيفها بالموارد والينابيع إشارة إلى معنى الماء المحيي، وجعلنا بالماء والحكمة أيضا محية. قال صلى الله عليه وسلم: ما مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم، هو الحكمة، لأن الهدى دلالة للوصول، والعلم معرف بطريق الدلالة. فحصل هذا منها ما هو في معنى الحكمة معانيها. يعني
أما الآيات المشابهة أخواتها فسياقها مختلف، هو سياق امتنان. أولى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم. ثانية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. صيغة المن، والمن العطاء السخي، العطية السخية من غير عوض ولا مزية. مزية ترجع له الله تبارك وتعالى، كامل قبل الفعل والمكمل بعده. أفعال الله تابع لكماله، وليس كماله تابع لأفعاله. الله لا يتكمل بالفعل. كما أرسلنا فيكم، هذا سياق مختلف. ولذلك في الثلاثة هذه سياق المنة يجيء التعريف بالأرقى أولا في الوظائف النبوية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة لأنها ثمرة. وفي مقام الامتنان لا بد من ذكر الأرقى والأجل والأسنى في مقام منه. يعني امتن عليك مذكرا بالأنعم، يبدأ بالتعريف بالأرقى ثم يتدنى. معنى هذه الثمرة، فالإشارة إلى الغاية في مقام الامتنان لكي يقول هذه إذا لم تدرك فكان هذه الأشياء التي تقدمتها لم يحصل بها مدح، ولم تسوج بها مكانة، ولم يرتقي بها منتسب. كما أرسلنا فيكم رسولا، سورة البقرة، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إن المتكلم الله لم يجي في سياق الإخبار عن دعاء إبراهيم، وإنما هنا منة من الله على من تنزل إليهم الكتاب وبعث فيهم نبيه، بعث فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم، وتضيرها بكافة شبيه لتشبيهها بمنتين سابقتين. المنة بتوجيه من القبلة، قبلة الكعبة، الحديث هنا سياق قبلة التي ضل عنها الذين من قبلنا فهدان الله إليها، وهذا في حديث صريح: إنهم يحسدونكم على القبلة التي هديتم إليها وضلوا عنها. وهي من رموز الجمع هذه القبلة، كاف الكتاب إلى كاف الكعبة، دعامة الجمع والتوحيد. قال تعالى قبل منها: ولعلكم تهتدون. هداكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا. فجعل هذه الهداية المزدوجة، هداية إلى القبلة ورجاء التبات على خط الاهتداء المطلق، شبيها بالمنة بالإرسال، بإرسال هذا الرسول. ودائما التشبيه عندنا المشبه بيكون أعلى من المشبه، هذا الأصل. وإنما جاء هنا لأن هذه المنة كما أرسلنا سابقة على المنة بالقبلة والمنة بغيرها، سابقة. في المنة بإرسال قال: كما أرسلنا، لبيان أن الله أن هذا من جملة مننه، وفيه تنويه بهذا لأنه الأصل. فكما بعثنا فيكم رسولا يجمعكم، هديناكم إلى قبلة تجمعكم ورسالة توحدكم، ولعلكم تهتدون، تدركون هذه المنن فتتشبتون بها. لأن إدراك النعمة تشبت بالنعمة، شكرا جزاما فرع عن إدراك كونها نعمة. الإنسان حين يجهل كونها نعمة فإنه لا يعرف وجه المنة بها ويهدر قيمتها ويتغافل عنها.
كما أرسلنا فيكم رسولا يعني كما هديناكم القبلة وهديناكم الرسالة أرسلنا فيكم من قبل هذا رسولا ورسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. رب قيل يقول لماذا لم تسبق تسقي التلاوة؟ هذا أيضا لا يتيسر حتى لدينا التلاوة هذا لا يمكن أبدا أن يتلو عليهم إذا لم يكن، فكيف يمكن أن تكون التزكية قبل الوصل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كمل ابتداء لكي يتصدى لتكميل غيره، وهذا معنى كون الأنبياء في محل العصمة، لأن الله عصمهم من تدني حتى يتفرغوا لتكميل الغير، لأنه لو كانوا موردا للنقص وخلاف العصمة لما أمكن أن يجيء منهم الكمال تزكية الخير. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا عامل باب عطف الخاص على العام، يعني هذه ألوان من الغيب الذي لم يكونوا يعلمونه مطلقا، سواء في باب الإلهيات، في باب النظم، في باب الأخلاق، في باب التشريع، يكون مع الواحد منا بعض علم يقولها. أشج بن قيس قال إن فيك خصلة، قال أجبلتم عليهما أم تخلقت؟ قال بالجبلك الله عليهما. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور الغيب وحقائقه أنباء وأحكام. يقول تعالى مرتبا على كل هذه المنن فاذكروني، فترتيب ما بعد على ما قبل، فاذكروني أي اذكروا هذه المنن، لأن الذكر هنا لا يتعلق بالذات فلا بد من تقدير محذوف، فاذكروني عمي. وذكر منة الإلهية وذكر لله، تقول سبحان الله هذا ألوان من تمجيد والحمد لله. واذكروني بالإعتمار، واذكروني بالأذكار، الإعتمار هو الوقوف عند الأوامر والأذكار تنزيها لله وحمد. ثم في عدة بأن الله يقابل ذكرك بذكر منه أرقى، وذكرنا التقريب والتهجيب والترقية ألوان من الأجر والمثوبة. أذكركم ولذكر الله أكبر من ذكركم، إذن ما عسى أن يبلغ ذكرك لله إزاء ذكري لك. واشكروا لي، وهذا نوع من الذكر خاص، هو صرف النعمة في مقام الخدمة. ولا تكفروني، أكيد لتخصيص الله بالشكر مطلقا، فكفر النعمة وإنكارها وجحود المنعم، وهذه ألوان من الارتداد والسقوط والانحدار، المنافي لقمة التزكية المطلوبة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والممنون بها ابتداء. يزكيكم، ثم تجيء الآية الصريحة في بيان المنة، لقد هكذا باللام، لام الابتداء ولام القسم، وقد محققة أيضا للنسبة، لقد أو للمدخول عليه، دخلت عليه، والفعل لقد من الله على المؤمنين، فعلا تفضل عليه. ففي شرعنا البعثة لم تكن واجبة على الله، الوجوب الذي قد يشبهه البعض من منحرف عقائديا، لقد من، فمن يدين بأن الله متفضل، هذا فضل منه لم يجب عليه من غيره، وإنما هو من نور قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. لقد من الله، أي منة أعظم من منة عليك بإخراجك من عدم الاعتبار إلى هذه المطالع من الأنوار، المنة عليك بإخراجك من ظلمة العدم المادي، الخلق بالخلق نعمة كبرى،
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كنتم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا منا أيضا تقتضي الشكر. الشكر اعتراف بصاحب النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. وفي تصريح بين المنة بالنسبة للمنتفع آكد أنك أنت مستفيد كما أرسلنا فيكم. هذا فيه منة على العرب يقول بعض العلم رسولا من بدليل منكم. وكونوا منكم وجه منتي أنه من جنسهم عربي فهم يفهمون عنه ويعرفونه ويدعونه بالأمين ويتقون في موضع ثقة لولا الحجب لولا موانع العناد والكبر والنفاسة عليه. هذا منا على أهل الإيمان لأنهم هم منتفعون بهذا الإرسال. وقال هنا من أنفسهم ولم يقل منهم لإشارة إلى أن المنة هنا على المؤمنين من سائر الأجناس يعني من جائر الأنواع أي من الجنس الإنساني. هذا فيه دليل عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أنفسكم فهذا ارتقاء من منكم إلى من أنفسكم وهو في إشارة إلى أن النبوءة أصلها بشري أن المبعوث بشر من جنس المرسل إليه. فهذا ارتقاء في المنة وتوسيع دائرتها. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وسميت جمل القرآن آيات لأنها آية فصل وآية فضل. فآية فصل لأنها جمل مفصولة بعلامات تسمى فواصل فواصل الآية. فهي آية فصل معينة. وهذا فيه من علوم القرآن ما يعرف بهذه لون من الفواصل وأصنافها. وآية فضل لأنها دل على صدق من تنزلت إليه. آية شيء دليله وعلامته والبرهان القاطع في الباب وما يدل على الكمال بحسبه. قالوا فيه آية أتبنون بكل ريع آية. قال آياتك التي دلالة على شيء مراد دلالة قاطعة على ما نصبت عليه. فالآيات دالة على صدق صاحبها تنزلت إليه وهي في نفسها متميزة تميز بعضها عن بعض. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. لما صرح بالمنة صرح به بالمطالب الزكية المرتبة على المنة. جلت منة في الواجب الذكر والشكر الذكر والذكر ثناء ومنه الحمد والشكر ولا عبادة. إذا جمعتهما جمعت المطلوب في وصف الصراط المستقيم في قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط ذكر وشكر. أول من عود في الصلة فاتح الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة والعبودية العبادة أن تفعل ما يرضي والعبودية ترضى بما يفعل. عبد مربوب لرب غني أنت مفتقر إليه. لا بد من سند عبادة ومدد استعانة. وهذا يرجع لمعنى الذكر والشكر المطلوب هنا مرتبا على تذكير بالمنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إلى آية الجمعة في السورة المسبحة سورة التسبيح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو هذا في مقام التعريف ومقام أيضا الامتنان. تعريف بمنة الله من وجه آخر. لذلك تقدم
تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقص بكل صوره. يسبح لله ما في السماوات، تسبيح نزاهة تقدس، والله أهل لأن يقدس، الملك القدوس العزيز العليم. وفي وصية هنا بالملك إشعار بما بعده من المنة، لأن الملك مدبر أمر الممالك، مشرف على عقلاء من دول العلم لإصلاح شأنهم وتدبير شؤونهم. فملكه إلى القدوس، ووصفه بالقداسة بعد الملك للانتفاع من أي صفة تصاحب الملك تنقصا. ملك القدوس، فلا يتصور منه جور ولا ظلم، مع أنه لو جوزناه لما أمكن أن نصف الله به أبدا، لأنه ليس من تصرفه في ملك الغير كما يقول أهل السنة، لأن الظلم إما وضع الشيء في غير محله وإما تصرف في غير الملك. وأن لغير الله ملك في الوجود أو ملك، إذن الملك التصرف بالخطاب، التصرف بالقول، التصرف بالأمر والنهي. القداسة التنزه عن إرادة هذا الخصاب أو التكليف بما لا يتناسب مع قداسة الملك. العزيز الحكيم، هذه كلها عمد الملك العلي الإلهي، قداسة إلى عزة اقتدار إلى حكمة هي قمة علم ومنتهى. في ذلك جاء من بعده الذي بعث في الأمين رسولا منهم، وفي بعثه صلة بمعنى الملك، لأن الملك التصرف بالتكليف، فبعث رسولا يحمل كلمته إليهم لينفذها أمرا ونهيا. وفي معنى تزكيتهم أن الله المقدس ويريد من عباده أن يقدسوا أنفسهم له، قال تعالى أليس للملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في بعض التفاسير نقدس أنفسنا لك بالتزكية، نزكي أنفسنا لك. فهذه لها صلة بمعنى القدوس، ولأسماء الله تعلقات بآثارها، لها مقتضيات راجعة إليها، ولا يتصور لاسم من اسماء الله غير مقتضى. لذلك حتى علماء يقولون لاسماء الله كلها يتصور فيه التخلق الاسم الجلالة، فيصور فيه التعلق، فإن التعلق هو نوع من مقتضيات اسم الله، إن لا بد أن يكون هناك مألوه، مألوه يلجأ إليه، مألوه يعبده، مألوه له. الرب يقتضي مربوب، الغفار يقتضي مغفور له مخشئة. فلهذه الأسماء آثارها ومقتضياتها لابد. العزيز الحكيم، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. إن الله رفع بهذا القرآن أقواما، لأن هذا القرآن هو أيضا باب للوصول إلى مراتب من العزة مضمونة للمنتسب للكتاب والحكيم، وعلمهم الكتاب والحكمة. فلهذه الوظائف النبوية التي وكلت إليه صلى الله عليه وسلم لها مرد إلى أسماء الله تبارك وتعالى في المقام الذي ذكرت فيه مقدمات. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، وتصدر بالتسبيح في تنزيه الله عن أن يترك عباده عملا من غير بعثة ومن غير بعث، غير بعثة للتكليف ومن غير بعث للجزاء عليه. بعثة الرسل والبعث للجزاء. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذين ينكرون البعث أو ينكرون البعثة لا يقدرون الله حقه، أنهم كانوا يتهمونه
في ملكه وفي قداسته جل في علاه، بل وفي عزته وحكمته. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز، هو الذي هو بهذه الصفات بعث وأرسل. من يعلم الناس؟ من يرسل إليهم خطابه جبره ملكا، وينبئهم عن قداسته جلالة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أي هذه مقاصد البعثة ووظائفها، مقاصد التزكية تعليم الحكمة ووظائفها، هذه التي سطرت. إذا الآيات الثلاث تتميز بسياق المنة إما تصريحا وإما تبعه. والآية الأولى في صدر في وسط سورة البقرة تتحدث عن وظائف النبوة في مقام التعريف، من ضمن دعاء الخليل الأول، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وإبراهيم خليلا الرحمن، وهو المقصود بالوالج. إذا المقصود بالوالج من بعده نبينا صلى الله عليه وسلم في القسم العلي: ووالد وما ولد، الوالد إبراهيم والولد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص في ليلة المعراج لقيت إبراهيم في السماء مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا أشبه الناس به صاحبكم. أن يصف صورته كما يصف سيرته صلى الله عليه وسلم، ويرجو أن يكون ثناء الله عليه كثنائه على خليله الأول في قوله الذي علمنا منه: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الثناء العلي من الله النبي الخليل، وله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي لجوار الخلود. إذن ماذا نأخذ من معالم الحكمة؟ آيات الوظائف التي ذكرت في آيات الوظائف، أن الحكمة لها مرجع، لا بد للحكمة من مرجع، هو هذا الكتاب. يمكن يعني للحكمة كميزان لا يكون لها وازن ولا يكون لها مادة يبنى من هذا الميزان، يقوم من هذا الميزان، يؤسس على أساس هذا الميزان. إذن عندنا للحكمة مصادر وموارد إلى ينابيع، ومن هذا الكتاب الذي نعيش بالحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. لابد إذن أول المعالم التي تعلم بها الحكمة وتحد محججاتها تحجز مصادرها ومنها. إذا قلنا بأن الحكمة ثمرة الكتاب فلا بد لها إذن من أصولنا للثمرة الشجرة، ولكن للحكمة باعتبارها ثمرة تجانس، أنه لا يمكن للثمرة أن تكون أجنبية عن الشجرة أبدا، فهي فذلكتها وخلاصتها ومفادها يمكن يجيء من شجر الشوك عنب أو تفاح أو تمر، هناك تجانس في الكتاب. الكتاب الحكيم تؤخذ منه الحكمة بلسان رسول الله، بلسان السلف، باجتهاد أهل العلم، بمعنى التدبر فيه بشرطه، هذه ألوان من الحكمة. نأخذ منها أن الحكمة من معالمها أنها مرادة لغيرها، الحكمة مرادة لغيرها، لها مصادر ولها نعج ولها غاية. غاية هنا هو التزكية، مراد بالتزكية تكميل النفس بفضائلها ووقايتها من غوائلها لتتصدى لتكميل غيرها. في الكمال تحصيلا وتوصيلا هما المراد من الحكمة. لمعالم الحكمة
أن لها تجليا يسمى الكمال الممكن. متى انتهينا من تدبر آيات وضعنا المهالم التي تؤخذ من آية، ثم أيضا لو مضينا مع آية الحكمة ونأخذ الآية الثالثة في الترتيب، قل ضرارا لتحتدوا ومن يفعل ذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة هنا ذكرت أيضا في سياق الامتنان، والامتنان تنبيه، تنبيه إلى منة ينبغي أن تشكر في مقام إضاعة معينة واقعة أو متوقعة كما هنا. فالذين يستعملون جاب ماشي آيات الله وأحكامه لغير مقاصدها لنا سوء الاستخدام. هنا من معالم الحكمة هو تحري المقاصد من الموارد أو من الأحكام التي شرعت له. فالذي يجعل الحكم الشرعي في غير مقصده تحريفا له عن غايته غير حكيم. معلم الحكمة معرفة مقاصد الأحكام لرعايته. جاءت هذه الآية التي فيها التعريف أو تنوي بالحكمة تنوي بها في بيان أخطاء التي تجيء من سوء الاستخدام للأحكام. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذا فصلنا الكتاب هنا بالأحكام والحكمة بمقاصد الحكيمة لهذه الأحكام، أو فصلنا الحكمة أيضا بالأحكام ومقاصدها المستفادة، فإن هنا حديث عن حكم الطلاق. الطلاق جعل لإنهاء الخلاف كآخر دواء ممكن حين لا تصلح العشرة، فما جعل الزواج في الإسلام للطلاق، ما كان الطلاق من مقاصد الزواج أبدا، وإنما ده شيء طارئ يجيك الحل حين تعي المخارج. حكمة الله في وضع المسائل. الزواج مبني على ديمومة أصل فيه، لأن ماذا جعل لغاية السكون فسكم أزواج اللي تسكنوا إليها، وإذا كان يدخلوا التوقيت يفسد، لأنكحة التي تسمى أنكحة المتعة من جملة ما تفسد بها وتبطل أنها بتقييد العشرة، وأنا تزوج فلانة إلى عام، حتقول إلى عام بطل العقد. هذا إذا صرح به فإنه يديانة كان فاسدا بهذا الاعتبار، كان صاحبه يمكن أن نرتب عليه في الظاهر بطلان، ولكن صاحبه على سوء، إنه ينوي الفصام في كذا وكذا، لا يلزمه، لابد من هذه الأشياء التي تؤخذ فيها الأحكام بمجرد المقاصد، ولكن آتم ديانة وآتم ديانة لتسكنوا إليها ولا يكونوا مع التوقيت سكر. بالله عليك قلت لزوجك أنا متزوجة إلا شهر ومكتوبة، كيف يكون السكينة بينكم أبدا؟ حسب وخو كيف يتمر هذا السكون ودا، وده الحب المقيم، ود ورحمة، وهو الولد كما فسره الحسن، ولد يكون سبب للتراحم بينكم وامتداد ظل الشجرة، أشياء لا تجيء مع هذا اللون من الوان الاشتراط. إذن ولا تمسكوهن ضرارا، عشان بتطويل العدة على حاجة قولي سيجيون إن شاء الله بعد بياني، تمسك المرأة لكي تطيل مدة عدتها، تطلقها حتى إذا قرب الطلاق أرجعتها ثم طلقتها،
فيصب اللون من الإرجاع لا لسوية الأمور وإنما لإضرار بالزوجة. فهذا اللون من الألوان استعمال ما هو شرعي لمقصد غير شرعي لا يجوز. قالوا لا تتخذوا آيات الله هزوا مسخرة حين تحرف عن مقاصدها. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي بالذي ذكر من الأحكام والمقاصد، أو يعدكم بها على أي شيء إعادة الضمير به على المعنى، أي الحكم يكون الحكم حكمة بمعنى الحكم، لأن المقام هنا مقام قضاء، وفي الشريعة هنا أحكام مقضي بها قضاء علم وحسم للخلاف والنزاع والإضرار ونحو ذلك. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، العشرة قائمة على الإحسان، وعاشروهن بالمعروف، والمعروف هنا البر والإحسان في العشرة. الصحبة لا تقوم على هذا الإضرار، خصوصا إذا كان من طرفين، المضارة تكون من طرفين وقد تكون من طرف واحد على وجه المبالغة. ولا تمسكون ضرارا، أي مبالغين في إضرارهن، لأن الفعال قد تكون من واحد، كما تقول عاقبت اللص وأنت تريد معاقبة من جانب واحد، وطابقت النعل. إذن احفظوا معي إن شاء الله هذه الآية، هنا نأخذ منها معالم الحكمة، هو رعاية المقاصد، حفظ الموارد، أصول حفظ المقاصد للأحكام التي جعلت لها تفاديا من أي تحريف للحكم عن مراميه. ثم أن الأحكام تراد لها تجليات وتراد لثمرات لا بد أيضا من استعمارها، كمراعاة التزكية من الحكمة، فأنت تتعلم الحكمة لتتزكى بها وتأخذ الحكمة من مواردها. ولا تستعمل الأحكام لغير مقاصدها، تحرف بها نوع من السخرية بآيات الله. ينتلكم بعض محددات الحكمة من الآيات التي ذكرت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وتعالى اللهم لسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبد ما بقيتنا، وجعلوا وارثا منا وجثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على صلواتك على أشرف المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكروا الذاكرون، ورحمة ذنبك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.